بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الامتحان الشامل الرابع الموجود في صفحة 73 في كتاب All in One. لو الكتاب ده مش موجود معاك فهو موجود في وصف الفيديو تحت، هتلاقيني مصوره كده كله، وأنا صورته طبعا بعد ما الكتاب ده أصبح مش موجود في المكتبات، ولو كان موجود في المكتبات ما كانش ينفع إطلاقا نصوره. احنا صورناه لأنه ما بقاش موجود في المكتبات، فأصبح كده متاح إن احنا نصوره ما دام الهيئة صاحبته ما بتطبعوش تاني. أول جملة بيقول being defeatist، كلمة defeatist دي معناها شخص انهزامي. being defeatist will get us nowhere، انك تكون انهزامي فكده انت مش هتكسب حاجه خالص. كلمه defeatist is similar in meaning، similar in meaning يعني بتساوي في المعنى. كلمه hopeful اللي هو امل او طامح يعني، victorious اللي هو معناها منتصر، والoptimistic متفائل، ولا pessimistic متشائم. الشخص الانهزامي يعني شايف الدنيا كلها سواد، البيسيمستيك نفس الكلام. لكن لو كان عايز عكسها كنا نختار حاجه تانية بقى. all the police's efforts يعني كل الجهود التي تبذلها الشرطه، to find him where in vain، لكي تجده كانت عبثا. The antonym عكس كلمة in vain، كلمة in vain يعني عبثا بلا فائدة يعني بلا ثمرة. عكسها بقى fruitlessly بلا ثمر. طبعا ما هو in vain يعني عبثا يعني بلا ثمر. طيب fruitfully معناها مثمرة، يبقى رقم B. يبقى الشيء العبث اللي هو in vain ممكن نحط مكانه ممكن يكون بيساوي كلمة fruitlessly. طب عكسها بقى fruitfully، وانت عارف ان القصة اصلا جت من كلمة fruit يعني ثمرة، وfruitful معناها مثمر، ففruitfully معناها بشكل مثمر يعني. My brother gave me a lot of science fiction stories for my birthday، اخوي اعطاني ايه من قصص الخيال العلمي في عيد ميلادي؟ اكيد مجموعة من، مجموعة من يبقى collection of short stories يعني مجموعة من قصص قصيرة. Your identity cards، البطاقة بتاعتك او البطاقة بتاعتكم يعني have to ايه before entering the chairman's office، قبل ما تدخلوا مكتب المدير، البطائق بتاعتكم يجب ان تظهر، يبقى should be او have to be او is going to be، المهم في تو فانت عايز بعدها تدي الباسبور، يبقى should be shown، have to be shown، ought to be shown، وهكذا يجب ان تظهر. The giant drilling machine، الآلة العملاقة اللي استخدموها عشان يحفروا التنل النفق، with a knot of over 15 meters، طبعا احنا استخدمنا آلة عملاقة عشان نحفر نفق، النفق ده القطر بتاعه 15 متر يبقى دايامتر. Sally's father asked her where is Sally's father، ابو سالي سالها اين. خد بالك الجملة دي كلام غير مباشر، وبعدين بادئين بقى استفهام، فاحنا محتاجين بعدها بعد استفهام الفاعل، وبعد الفاعل محتاجين بعده فعل مساعد، وبعد الفعل المساعد محتاجين الفاعل. مع العلم ان لو الفعل المساعد حد من عيلة الضد هنشيله، فدي بدأ بفاعل هنحسن نفكر فيها، دي بدأ بفعل مساعد اللي ما تنفعش بدأ فعل مساعد نستبعدها. باي دي برضه نفس القصة، أصبح معاك شي هاد وشي هاز، ارجع لفعل القول. أسقط زمن ماضي فأنت محتاج ماضي، الماضي هنا مين؟ اللي هو رقم إيه؟ شي هاد بين. شفت أنا بعمل إزاي؟ اعمل زي ما أنا بعمل كده دايماً. الجملة دي كلام غير مباشر وجملة سؤال، فإحنا بعد أداة استفهام عايزين فاعل، الجملة اللي بدأ بفعل مساعد نستبعدها مباشرة. The rainbow is a knot that occurs after it has just rained. الرينبو ده اللي هو القوس قزح، عباره عن ظاهره بتحصل بعد ما الدنيا تمطر. طيب تعالى نشوف فينومينون، دي ظاهره ودي مفرد. لكن فينومينا في نو مي نا الى اخرها، ايه ديت معناها؟ دي معناها ظواهر يعني جمع. طبعا ثيرو نظريه، واكليبس اللي هو الكسوف والخسوف، دروت اللي هي بالاي دي معناها التيار هواء، خد بالك، غير دروت اللي هي بالاو اللي معناها جفاف. 8 بقى، ذا ديفلوبمنتس ان ميديكال ريسيرش many patients would have died، كثير من الموتى. شوف انا ببدا اترجم الجمله السليمه الاول عشان اعرف النقص هنا. عدد كبير من الناس المرضى كانوا هيموتوا لولا التطور في مجال الطبي. لولا دي اللي هي مين؟ اللي هي without او but for. طيب ليه ما ناخدش if it weren't for؟ ما هي دي معناها برضو لولا او بدون، ليه ما ناخدهاش؟ الفكره يا عم الحاج ان هنا قال لك would have died، يعني حاله كان دي حاله ثالثه، الحاله الثالثه فكان المفروض بدل if it weren't for تبقى if it hadn't been for. طب انا عايز استخدم if it weren't for، خلاص انت الناحيه الثانيه هتقول would ضايع على طول. طيب يا مستر ليه ما ناخدش unless؟ ما هو unless دي برضه معناها منفي، ما هو unless عايزه بعدها فاعل وبعد الفاعل فاعل. انت هنا في الجمله قال لك the developments، التطور في مجال الطب، ده مش جمله سليمه، ده اسم. I can't be it can't be denied that نجيب محفوظ was an expert Egyptian culture، لا يمكن ان ينكر ابدا ان نجيب محفوظ كان خبيرا في مجال الثقافه المصريه، خبير في مجال expert in وان وات، انا في الاختيارات قدامي ان. My parents promised me that they a me، خد بالك بروميس مفعول ذات زي وانت عايز بعدها كده فعل، مي لابتوب اف اي سكسيد، خد بالك كلمه سكسيد قبل ما نحل برضو، سكسيد يعني ينجح. طيب القصه ما فيها بقى ان بروميس مفعول وجمله سليمه، يبقى انا محتاج فيها يكون في ويل،
اذا كان بروميس مضارع، او وود اذا كان ماضي. طب ما هو الاختيارات ما فيهاش ماضي، خلاص ما هو جاب لك مكانها مايت باي مكان وود باي، يعني هم وعدوني انهم ربما يشتروا لي لابتوب اذا انا نجحت. طيب افرض بدل بروميس هنا بروميس كنا هنختار ويل او ماي او حد من دول. ذا مانجرس هاز ا فيري نايس اي، طبعا المانجرس اللي هي المانجر مدير، مانجرس اللي هي المديره. هاز ا فيري نايس اي، شي از كايند تو ايفري وان شي ميتس، هي لطيفه مع كل الناس اللي بتقابلهم، يعني هي عندها شخصيه. يبقى هاز بيرسوناليتي، عندها شخصيه اللي هي رقم سي. لكن كان ممكن نقول ذا مانجرس از ا فيري نايس بيرسون، شخص. طب بيرسونيل دي معناها الشؤون العاملين، فاكر انت لما كنا بنقول بيرسونيل ديبارتمنت اللي هو قسم شؤون العاملين. بيرسونال يعني شخصي، حاجه بتاعتي انا مش هديها لحد، مش هحكي عنها لحد. بيرسونالي معناها شخصيا، دي ظرف. فاقول لك بيرسونالي اي دونت بيليف ان كذا، شخصيا ما اعتقدش او لا اؤمن بكذا، ونعمل بعدها فاصله ودي اسمها ادفيرب. امبورتنت لوز، القوانين الضروريه المهمه، باي ذا بارلمنت ليتلي، بواسطه البرلمان مؤخرا، المفروض القوانين تو مرر يوافق عليها، فده مجهول. حلو. طيب لوز ده اسم جمع، فانت زي الشاطر هتحذف ووز لانها مفرد، وهتحذف هاز لانها مفرد. شوف انا بخفف الحمل اللي في الاختيارات عشان اعرف احل. باقي معايا هاف بين باصد وار باصد، طب ما هم الاثنين ينفعوا. طيب كلمه ليت لي كلمه داله على زمن ايه؟ زمن مضارع التام. خلاص يبقى الاجابه هنا هاف بين باصد. طب 13 بقى، ذا ويند از ايه فروم ذا نورث توداي، الرياح بتعمل ايه من الشمال النهارده؟ المفروض ان الرياح دي بتهب، يهب الرياح اسمها بلو، يبقى بلوينج. خد بالك كلمه فول دي لو كنا نستخدمها مع المطر، مع رين مثلا. ذا باسنجرز لاجج، خد بالك الابوستروف اس هنا مقلوبه، هو جايب اس الاول وبعدين ابوستروف، ليه؟ لان ده اسم جمع. طيب لو افرض ان هي باسنجر واحد، باسنجر اسم مفرد، فكنا هنضيف ابوستروف وبعدين اس، هنا لو كان مفرد لكن اس بعدها ابوستروف لو جمع. الحقائب بتاعت الركاب carefully at the airport customs، بيحصل لها ايه؟ بعنايه في الكاستمز اللي هي الجمارك. بدايه السؤال ده 2 في 1، يعني ايه 2 في 1؟ يعني عايزك تعرف ان كلمه لاجج دي اسم لا يعد، وبالتالي ما ينفعش نفكر في وير ابدا. طيب هل الحقائب تفحص ولا تفحص؟ لا تفحص، مجهول، يبقى دي مش موجوده معانا لان ده معلوم. باقي معايا ووز سيرشنج، معناها يفحص، ووز سيرش يعني تفحص، اكيد دي ما تنفعش لانها معلوم. احنا عايزين نقول الحقائب تفحص، يبقى ووز سيرشد. في 15 the room rates are far below A for hotels in this area، المعدل بتاع ثمن الغرفه يعني هنا بتكون اقل من المتوسط، اقل من يبقى below، والمتوسط اسمه average يبقى low below average. مريم quarreled، quarreled دي معناها تعارك، يعني اتخانقت مع حد يعني. with her flatmate، يعني مريم تعاركت مع رفيقتها في الشقه. about turn it was to clean the bathroom، دور مين؟ هو ينظف الحمام، تافهين هما الاثنين. خد بالك turn دور، دور من؟ يبقى انت بتسال عن ملكيه للدور، يبقى whose turn، يعني كانك بتقول الدور ده ملكه من، الدور المره دي ملكه من، فعشان كده whose turn. طيب لكن كان ممكن نقول مريم quarreled with her flatmate about who is to clean the bathroom، او about who should clean. ايه الفرق بين الاثنين؟ والله is to اصلا بتساوي should، طب هو معناها من، لكن هنا انت بتقول ملكه من، دوره من. طيب he wasn't enjoying the occasion so he thought he would it for everyone else، it was very childish from him. childish ده شيء طفولي، بقول لك هو ما كانش مستمتع بالمناسبه، عشان كده هو فكر ان هو لازم يفسد المناسبه دي على كل البشر اللي حواليه، كل راح معيط، يبقى spoil. ما تنساش ان كلمه toil دي معناها يكدح، الكلمه دي موجوده في المنهج، يعني يكدح يعني يعمل بجد. فويل ده اللي هو ورق الفويل اللي في المطبخ، وسويل اللي هي التربه. طيب بعد كده رقم 18، مريم was too tired to go to school last Sunday، مريم كانت متعبه جدا فما ينفعش انها تروح المدرسه يوم الاحد اللي فات. خد بالك هنا was ده انت طبعا انت عايز هنا سؤال مزيل، لان انت خدت بالك كده عامل كما وعامل استفهام، دي منظر السؤال المزيل من غير ما تفكر. هنا ووز مثبتة، فالناحية التانية فيها نقول وزنت، يبقى وزنت بعدين ما نقولش وزنت مريم، لازم نشيل مريم ونحط مكانها شي، يبقى وزنت شي اللي هي رقم دي. انتبه لو قال لك علي كان، لو عايز تعمل سؤال مزيل لازم تقول علي، تقول كانت هي. طيب ده أو ده الحل الصح. طب لو انت قلت لي كان نوت هي كده غلط، ليه؟ سؤال مزيل لازم يكون مختصر، مختصر. طب لو انا قلت لك كانت علي برضه غلط غلط غلط، طب ليه غلط؟ لان السؤال المزيل لازم يبقى مختصر، ثانيا لازم نستخدم ضمير فاعل ما نستخدمش الاسم نفسه، يعني مريم نحط شي واحمد نحط هي. هي مينز نو ايه؟ شي ووز جوكينج، شي مينز نو ايه؟
هي لم ترد، لم ترغب في اي ضرر، هي كانت بتهزر. ضرر اللي هو هارم، ايكينج دي انتبه ان هي صفه بمعنى مؤلم، وايكينج اسم بمعنى الم، يبقى الكلمه اللي نستخدمها از ناون ان ادجكتيف. طيب هارملس دي عديم الضرر صفه، وهارم فول ضرر صفه برضه، لكن هارم دي ناون بمعنى الضرر او التلف. هي لم تقصد اي ضرر، هي كانت بس بتمزح. يو ايفر جو تو ايدنبرج ميك شور تو فيزيت ذا ارت جاليري. انت تروح في يوم من الايام مدينه ايدنبرج دي، لازم تتاكد، لازم تروح تزور الارت جاليري اللي هو المعرض اللي هناك. طيب خد بالك، هو بيقول لك لو رحت زور، يعني معنى مثبت، فما ينفعش ناخد ايه unless. طيب ثانيا ان كيس اوف ده عايز اي ان جي او اسم، وما ينفعش بعدها جمله سليمه. احنا قلنا هنا انت وبعدين تذهب الى، فدي جمله سليمه، اذا ما ينفعش ناخد ان كيس اوف. اون كونديشن لازم بعدها ذات، وهنا ما فيش قدامي ذات، يبقى الاجابه اصبحت اف. طيب ذا دراجز العقاقير، ذا ديفورس اند ذا اي ات از ان ايبسيد ان هيز لايف ذات هي وونتس تو فورجيت. دي حلقه في حياته هو محتاج او يعني عايز ينساها. تعالى بقى نترجم كده، العقاقير والطلاق والايه اللي كانوا في حياته كانت حاجات وحشه وهو عايز ينساها. ايميشن دي اللي معناها الانبعاثات. كلمه ايميشنز الاولانيه معناها الانبعاثات، سواء انبعاثات ذريه او كده يعني. طيب ديبريشن اللي هي رقم بي، ديبريشن دي ليها معنيين وركز معايا. كلمه ديبريشن معناها كساد اقتصادي، لو انت هتستخدمها بمعنى في المجال الاقتصادي فهي معناها كساد اقتصادي، وديبريشن دي معناها التوتر او الاكتئاب. طيب ميرشندايز الثالثه دي معناها البضائع. طيب يبقى احنا كده قلنا هنا ايميشن ديت اللي هو انبعاثات، الدبريشن دي لها معنيين، معناها كساد اقتصادي ومعناها الضغط او التوتر يعني. طب ميرشندايز دي معناها بضائع، زي كلمه ممكن نستخدم بدلا منها كلمه جودز، وممكن نستخدم ساعات مكانها كلمه ايتمز، وممكن نستخدم مكانها ارتكل. ارتكل اللي معناها اداه، معناها سلعه برضو. برميشن دي اللي معناها اذن. فانت بتقول لي بقى ان العقاقير والطلاق و التوتر اللي كان في حياته، ممكن نترجمها بمعنى الكساد اللي كان في حياته، الفشل الاقتصادي يعني. I am going to climb up there. أنا هتسلق فوق الجبل اللي هناك ده. No. Supposing you. لا. افترض إن أنت تزحلقت يعني. Supposing you إيه بقى؟ هو بيقول لك I am going. أنا سوف أتزلج. الجملة هنا زمانها مضارع بسيط. المضارع البسيط بنفترض عليه افتراض في حالة تانية، يعني ماضي بسيط، يبقى slipped. وبدل supposing لو خدنا اف كنا برضو هناخد slipped اللي هي ماضي بسيط. طيب افرض هو بيقول لك I was going، كنا هناخد هنا ماضي تام. طيب owing to illness، بسبب المرض، Sally was unable to sing the A as arranged، بسبب المرض فسالي لم تكن قادره على انها تغني الاغنيه الفرديه، يبقى ذا سولو، كما كان مرتبا. خد بالك arranged هنا بتساوي كلمه engineered، engineer مهندس، وengineer يعني يخطط او يرتب. 23 owing to illness، بسبب المرض قلناها. It is time something، يبقى it's time، ركز في الحته دي كده، it's time لما يكون بعدها اسم او ضمير فلازم الناحيه دي كده يكون في ماضي. طيب it's time something was done about this problem، يعني حان الوقت ان يفعل شيئا. طب ما هو يا مستر did ماضي بسيط بس ده معلوم، لكن احنا عايزين نقول شيئا يفعل ولا يفعل؟ اكيد يفعل. Anode is a device، عباره عن جهاز، that changes energy، بتحول الطاقه من الشمس الى كهرباء. ايه اللي بيحول الطاقه من شمس لكهرباء؟ الالواح الشمسيه، اسمها سولار بانلز. طبعا برانش فرع، ودريل يحفر، وسولار تانل ده ممر شمسي، انا اول مره اسمعها. لينا ووز ايه؟ ورد ذات ورد ورد، خد بالك صفه، وبعدين اباوت ذا تيست ذات. ما دام في عندك صفه وذات فتستبعد تو، لان تو عايزه صفه وبعدين تو، ونستبعد اناف لان اناف عايزه برضو بعدها تو، ما ينفعش بعدها ذات. باقي معاك ساتش اللي بيجي بعدها او ان وبعدين صفه واسم، وسو اللي بيجي بعدها صفه بس. انت هنا قدامك صفه واسم ولا صفه فقط؟ لا صفه فقط، يبقى تستخدم سو وانت مغمض عينك. It is it used to be said that Britain an empire، امبراطوريه، on which the sun never set، الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس. المهم يعتقد او يقال دائما بان بريطانيا حكمت امبراطوريه لا تغيب عنها الشمس، يبقى رولد اللي هي رقم ايه؟ كونفيوز يعني يربك، ورول اللي هو الرول اللفه يعني، وتانل يعني يحفر تحت الارض. I have never a roller coaster before. It is amazing train. القطار ده قطار مدهش، انا عمري في حياتي ما جربته، ما ركبت على القطار ده، يبقى have been on. وركز معايا كده لما نترجم كده، been to معناها ذهب الى مكان وعاد منه. طب gone to معناها ذهب الى مكان ولم يعد منه. طب been in يعني في مكان. لكن been on معناها ركب على.
فتقولي بقى I have never been on the train، يعني عمري ما ركبت القطار ده قبل كده. 29 بيقول لك the 21st century challenge for any country is to have a not labor force. labor force اللي هي القوة العاملة. بيقول لك ان التحدي الحقيقي لأي دولة في القرن 21 ان هم يكون عندهم قوة عاملة. يا ترى ايه؟ هابي سعيدة ولا سكيلد ماهرة ولا تريني متدرب ولا فلوينت يعني طليق؟ أكيد قوة عاملة ماهرة. طيب it is such a large library that it has not of the books that have ever been published. بيقول لك المكتبة دي مكتبة عتيقة لغاية إن هي فيها كل الكتب التي طبعت على الإطلاق. يبقى ناخد أول. طب ليه مش بوث؟ بوث دي مع اتنين بس، مفيش مكتبة هتقوم علشان تعمل الكتابين اتنين. طيب خلصنا كده الحمد لله، ندخل على قطعة سريعة نقرأها مع بعض ونطلع الكلمات اللي فيها عشان تعرفها. بقول لك all the Hawaiian islands، كل الجزر اللي في هاواي have volcanic mountains، فيها حاجة مشتركة إن فيها جبال بركانية، and waterfalls ومساقط أو شلالات مائية، rain forests وغابات مطيرة، and beautiful beaches وفيها شواطئ جميلة، there are many kinds of sea creatures، فيها عدد كبير من المخلوقات البحرية زي الجاينت سي تيرتلز، زي السلاحف البحرية العملاقة والحيتان والدلافين، الفورست ار فول اوف، هذه الغابات مليئة بالطيور الجميلة والورود. كثير منهم كانت بي فاوند، لا يمكنك ان تراهم في اي مكان في العالم حتى وقتا حديثا. when people arrived about 500 AD، لما الناس وصلوا هناك في سنه 500 بعد الميلاد، and brought pigs، وبدا الناس يجيبوا معاهم خنازير for food عشان ياكلوها، and mice which hid in their boats، الناس كانوا بيجوا بمركب وكانوا بيحطوا في المراكب ديت خنازير، كان في فئران بتستخبى في المراكب لحد ما وصلت الجزر. Birds and insects were the only kind of bat. بيقول لك ان الطيور والحشرات دول كانوا النوع الوحيد، kinds of animals، كانوا الوحيد من انواع الحيوانات التي كانت تعيش في هذه الجزر. لم يكن هناك any mammals. mammals دي يعني حيوانات ثديية. than monk seal، ما كانش في اي حيوان ثدي هناك غير الفقمة اللي بيسموها فقمة الراهب، نوع من انواع الفقمات. and a kind of bat، ونوع من انواع البات اللي هو الخفاش. today اليومين دول with its tropical climate، بقى بالمناخ اللي فيها الاستوائي ده والجمال والطبيعه الجميله اللي فيها، هاواي از ان ميجر تورست اتراكشن، بقت مدينه من مدن الجذب السياحي لكل الناس من حول العالم. الناس بيروحوا من كل انحاء العالم عشان يستمتعوا بمنظر البركان وشواطئ البحر والسواحل البحريه يعني، اند رين فورستس، والغابات المطيره. زي كام تو سان بيس، بيجوا عشان يستحموا ويتزحلقوا على الشواطئ، or they come just to relax، او يجوا مخصوص عشان يستريحوا هناك ويسترخوا في ال warm air، في ال warm وsweet air، في الهواء الجميل الدافئ. if you plan on going، لو انت ناوي تروح هواي في يوم من الايام، ما تاخدش معاك اي حيوانات اليفه، with you inside the country، ما تاخدش معاك، ما تفكرش تاخد معاك حيوان اليف. that is because Hawaii are wary of letting in foreign animals، لان الناس في هواي بيكونوا ايه من ترك الحيوانات تدخل هناك، اكيد قلقين او حذرين من ترك الحيوانات تدخل هناك. زي هاف ستريكت رولز، عاملين قوانين صارمه ضد الحيوانات، ضد امبورتنج انيمالز، ضد دخول اي حيوانات غريبه يعني استيرادها يعني. زي سكرين، سكرين دي معناها شاشه ومعناها يفحص بدقه، هم بيفحصوا بدقه اول انكومينج بيتس، اي حيوان اليف داخل المكان بيفحصوه بدقه. as they have had problems with new animals in the past، لانهم كان عندهم مشاكل مع الحيوانات اللي بتدخل حديثا في الماضي. the black rat، القط الاسود، was introduced to Hawaii in 1780s، في ثمانينات القرن ال 18، الفأر القط السوداء او الفأر الاسود كان اول مره يدخل، الفأر الاسود دخل في حوالي 1870، ومن ذلك الحين black rats have been pests، ومن ذلك الحين واصبحت الفئران السوداء هي الوباء المنتشر هناك. they have feasted، هم اللي هم مين؟ الفئران، عشان خد بالك هيسألك على زي دي عايده على black rats. on sea turtle eggs، بدأوا ياكلوا البيض بتاع التيرتل السلاحف. they have been a cause of extinction of more than 70 species، كانت الفئران السوداء دي سبب انقراض حوالي 70 فصيله من الطيور اللي كانت عايشه في هواوي في هواي. black rats، الفئران السوداء، threaten humans، حتى بدأت تهدد البشر. they spread germs، لان هم بينشروا الجيرمس الجراثيم and diseases، والامراض. خد بالك انا قرأت الاسئله الاول عشان كده انا بعلم على دول، لان دول اجابه سؤال. rat eat more than 20% of the world farmed food، اصلا الفئران بتاكل في العالم 20% من الطعام الموجود. and that is why the Hawaiians imported 72، وعشان كده هم استوردوا 72 مونجوزس، يعني
استوى 72 اسمه نمس، حيوان النمس يعني، and began to breed them، وبدأوا يربوهم عندهم عشان ياكلوا الفئران. However when mongooses got to Hawaii، للأسف لما وصلت النموس النمس لما وصل الجزيرة didn't wipe، لم يقضوا على الفئران as plantation owners hoped، زي ما كان الناس اللي هم أحضروهم يعني جلبوهم كانوا مخططين. they became friends، المهزلة إن النمس أصبح صديق الفأر. So now Hawaii has two unwanted guests، عشان كده اليومين دول هاواي فيها 2 من الضيوف الغير مرغوب فيهم اللي هم الفئران والنموس. defacing التي تفسد يعني او تطمس the natural beauty، الجمال الطبيعي. تعال بقى نحل اسئله كده سؤال بسؤال. اول سؤال بيقول لك what rare elements are found in Hawaii and not in any other part of the world، ايه القصائص المميزه الموجوده في هاواي ومش موجوده في اي حد مكان في العالم تاني. المامال animals اللي هي الحيوانات الثديه، قال كده فين؟ لو انت الكتاب قدامك، لان انا فاتح الكتاب قدامي برضو، السطر اوريها لك، سطر 2 3 4 5 6 السطر السادس اللي هي الحته دي. There are no other mammals than monk seal and kind of bat today، اللي هي دي. طيب السؤال الثاني، mongoose اللي هم النمس are animals which هي عباره عن حيوانات التي originated in another country، هي اصلا جايه من دوله ثانيه. هو قال لك هنا في القطعه ان هو imported مستورده. هم solved the problem، لا ما حلوش المشكله. originated in Hawaii، ان هم اصلا اصلهم من هواي، لا. kept the natural beauty، ان حافظت على الطبيعه في هواي، لا بالعكس ده هم صحابه الفن وهم اللي خربوا الدنيا. which of the following is secret، مين في دول مخلوق حري؟ الفأر ولا القطه ولا الحوت ولا البيج اللي هو الخنزير؟ طبعا الحيتان. why is Hawaii considered a fantastic tourist attraction، ليه هواي دي بيعتبروها من اكتر المدن الجاذبه للسياح في العالم؟ بسبب جمال الطبيعه، the beauty of nature. The word زي، كلمة زي احنا قلنا في الأول إن هي بتشير للبلاك راتس، اللي هي بلاك راتس اللي هي رقم إيه؟ بعد كده رقم 36، The word worry اللي احنا قلنا عليها يقلق، means calm يهدئ، harmful ضار، careful حريص، ولا careless مهمل. يقلق يعني هو حريص أو حذر، فبالتالي careful. is a common feature in all the Hawaii، ايه اللي هي الصفه المميزه في كل البلاد في كل الاماكن في هاواي؟ في هاواي الفولكانيك ماونتنز، ودي اول جمله قالها في القطعه، قال لك all the Hawaiian islands. why did the Hawaiian feel disappointed، ليه الناس في هاواي بداوا يشعروا بالاحباط؟ عشان هم احضروا المونجوز عشان تساعدهم، المونجوز صاحبه الفئران، يبقى عشان كده الاجابه رقم بي، مونجوز became friends with rats instead of wiping out. رقم بي، الفئران تصاحبت معاهم وبدأ ما يخلصوا المصلحة دي، ان هم بقوا باكلوا هم الاثنين. طيب 39 بقى، black rats were harmful to people as البلاك رات الفار الاسود ده كان ضار على البشر، لان هم نشروا الجراثيم والديزيز دي. في الصفحة الثانية لو انت قدامك الكتابين، في الصفحة الثانية سطر رقم 1 2 3 4، رابع سطر، اخر جملة في الصفحة الثانية في السطر الرابع. what precautions، ايه الاجراءات الاحترازيه يعني اللي الناس في هاواي بدات يتخذوها عشان يحلوا بعد مشكله الفئران السوداء دي؟ ولكن هم بداوا يستوردوا 72 نمس اللي هي رقم سي. الحته دي موجوده فين؟ السطر الثالث من الاخر في القطعه، imported 72 mongooses. طيب بعد كده بقى الترجمه، بيقول لك ان محور قناه السويس الجديده سيغير موازين القوى في منطقه الشرق الاوسط. الاجابه الصحيحه هنا يا رقم بي. طيب الباقيين اللي غلط بقى سريعا كده، اول واحده كده القطعه اصلا بيقول لك ذا نيو سويس كانال، كانال القناه، روت اللي هو المجرى او المسار، والتشينج قول المصدر، حلو. ذا بالانس التوازن، هنا في القطعه الاولانيه دي جابها لك ذا بالانسد يعني متوازن، فدي كده غلط. رقم 3 ذا نيو كانال تشانل، تشانل دي قناه تلفزيون، وهنا برضو قال لك تشينجد فكده غلط. نيو سويس كانال اريا ويل تشينج ذا بالانس اوف باور ان ذا فار ايست، وفي قطعه قال لك الشرق الاوسط مش الشرق الاقصى. ثانيا هنا قال لك اريا. طيب رقم 42 يبقى وضع خطط عاجله لمواجهه اي تغيرات مناخيه مفاجئه. القطعه دي فيها 2 اجابات زي بعضهم تماما، رقم بي ورقم دي هم الاثنين صح. الاولى بقى
بيقول لك emergency اللي هي الطوارئ، هو ما قالكش طوارئ، ولا لك وضع خطة عاجلة يبقى urgent. المفروض بقى emergency تبقى urgent. وفي القطعة دي هو بيقول لك المفروض لمواجهة تغيرات مناخية مفاجئة، مفاجئة يعني unexpected، هو هنا بيقول لك expected متوقعة، فطبعا دي برضو غلط. when we have nothing to do we say، لما يكون ما فيش قدامنا حاجة نعملها بنقول whatever is right. طيب تعال نشوف بقى الإجابة الصحيحة هي رقم د اللي هي دي. كل الباقيين غلط، لأنك تقول عندما لا نستطيع فعل شيء نقول ليس بالإمكان أبدع من مكان. الأولانية عندما لا نستطيع عمل شيء نقول أي شيء صحيح، لأ. عندما لا نستطيع عمل شيء نقول مهما يكون الشيء فهو مناسب، لأ. عندما لا نستطيع عمل شيء نقول ليس كل ما، يعني المشكلة في الاقتباس إن هو مترجم المثل غلط. whatever is right ده معناها ليس بالإمكان أبدع من مكان، ده عندما لا نتمكن من إتقان الشيء. طيب 44، أعتقد إن حاجة زي كده مثل زي كده أبعد ما يكون عن الامتحانات. 44 طبعا انتقالات اكيد، فالاجابه رقم ايه برضو. طيب المشكله فين في الباقيين؟ هقول لك تحاول وزاره التربيه والتعليم جهاد توفير عقول مبدعه تستطيع، هنا في اللي بعدها قال لك لا تستطيع فده غلط. وفي اللي بعدها هو بيقول لك هنا اور كانتري دولتنا، هنا بيقول لك النهوض بالريف برضو غلط، المفروض بالدوله او بالوطن. الاخيره بيقول لك لا تحاول فدي كده برضو غلط. طيب بعد كده الرايتنج يا شباب، سؤال السهل اللطيف، وات اكسبريشن can you use in the first paragraph، ايه اللي انت ممكن تستخدمه في دول في اول باراجراف تكتبه. انا عايز اكتب باراجراف، ايه اللي انا ممكن اكتبه او استخدمه في اول باراجراف؟ اول واحده how are you، ولا thank you for your last email، ولا how are you doing. لو انت بتكتب لحد باراجراف في ايميل، يعني طبعا ده احنا بنكتب في ايميل وده باراجراف في الايميل، فالطبيعي انك انت بتقول شكرا على الايميل اللي انت بعته المره اللي فاتت وانا فرحان بك جدا بيه، وكيف حالك اليوم. هاو ار يو دوينج دي رقم سي تنفع، وثانك يو فور يور ايميل او لاست ايميل تنفع. طب هاو يو ار ليه ما تنفعش؟ لان الجمله اصلا مكتوبه غلط، فتبقى هاو ار يو مش هاو يو ار، يبقى كده بي اند سي. وات دو يو ثينك اوف ذا وورد كوهيرنس، انت ايه رايك في كلمه كوهيرنس؟ انا من غير ما ابص على الاختيارات انا عارف ان كلمه كوهيرنس دي مقصود بيها الكلمات اللي انا بستخدمها عشان اخلي الكلام يتنقل من فكره لفكره بشكل سموث، وخلي الافكار ستيك توجذر او هولد توجذر، وخلي الافكار لوجيكال منطقيه. طيب تعال نشوف اول واحده هولد توجذر. لما تفكر عشان كده كان في، انا كنت عامل فيديو يا شباب، كان في حد منكم كاتب لي معرفش يا مستر ما هو اللي انت عامله ده ما هوش مفيد، ده الكلام ده انت بتقول احفظ كلمه كذا وكلمه كذا. سبحان الله سؤال جالك يرد على النقد اللي انت كنت موجهه. بقول لك وات دو يو ثينك اوف وورد، يعني ساعه ما تلمح كلمه كوهيرنس بتفكر في مين؟ في كلمه هولد توجذر. شوف كلمه هولد توجذر، the movement from sentence to the next to be logical وسموث، يبقى دي برضه صح، يبقى رقم بي تنفع. no sudden jumps، انك ما تقفزش قفزه مره واحده كده، كل جمله should be smoothly، يبقى رقم سي برضه صح. options above are all correct، كل اللي فات ده صح. a writer convinces convince يعني يقنع، بسم الله الرحمن الرحيم، ساعه ملمح كلمه يقنع يبقى ده مقال persuasive اقناعي مباشره. the conclusion of an essay، المقال الخاتمه اللي في اي مقال المفروض include last minute ideas، يكون فيها اخر افكار ما قلتهاش فوق، قلنا ما فيش حاجه اسمها افكار جديده في القاتمه، الخاتمه ما بتقدمش فيها افكار جديده. have restatement، انا حافظ وعارف ان ال conclusion حاجه من الاثنين، يا اما restate يعني ايه restate يعني يعيد كتابه يعني، او summarize، كلمه من الاثنين دول هم الاثنين اللي بيكونوا موجودين في ال conclusion، يبقى كده الاجابه رقم بي. طب ليه ما ناخدش بي ريكاب اوف ذا هول ايساي؟ عارف كلمه ريكاب يعني ايه؟ يعني بيكون فيها حصر. هو انت في الخاتمه بتكتب كل اللي انت كتبته؟ طبعا غلط. طيب بي اونلي تو سنتنسز، احنا قلنا الخاتمه والمقدمه والباراجرافات ما بنحددش كام جمله، يبقى الاجابه بي. يو وونت موف ذا ستون، ذا ستون سترونج يو ار، انت لا يمكنك ان تحول هذا او ان تنقل هذا الحجر ايا كانت قوتك، ايا كانت قوتك فانت قدامك حاجه من اثنين، وات ايفر ونجيب بعدها اسم، او هاويفر ونجيب بعدها صفه، يبقى هاويفر عشان انت قدامك سترونج. طيب كان ممكن يقول لك وات ايفر سترينجث يو هاف، ذا موست جنرال سنتنس in an essay should be the، أكتر جملة جنرال عامة، يعني إيه عامة؟ أنا مثلا بكتب مقال، عايزك تفهم الكلام ده كده وتحفظه معايا، أنا بكتب في مقال دلوقتي تمام؟ المقال ده بيكون في جملة عامة، جملة شاملة، الجملة الشاملة والعامة دي بنسميها إيه يا شباب؟ بنسميها السيسز اللي هي رقم إيه؟ طيب هو المقال فيه كام سيسز في المقال؟ واحدة بس، أمال فيه كام توبك سنتنس؟ على حسب عدد الباراجرافات، لأن كل باراجراف بيكون أول جملة فيه توبك سنتنس، يبقى ركز معايا، إحنا عندنا واحدة بس سيسز وعندنا توبك سنتنس على عدد اسئله، على عدد الباراجرافات اللي انا كتبتها. ده الامتحان يا شباب رقم 4 في الامتحانات الشامله في كتاب اول ان وان، هنخلص كل الكتاب، انا كده بنزل كل يوم امتحانين اهو، ان شاء الله هنخلصه كله بامر الله رب العالمين، وهنعصر ونخلص ونخليهم 3 كمان عشان ننجز. ده الامتحان الموجود في صفحه 73 في البوكلت، ما تنساش تعمل بقى لايك كده للفيديو وتنشره مع زمايلك عشان الناس تستفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.